صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الجمعة 24/2/2016. بالإذن من التفاؤل السياسي، بالإذن من العهد الجديد، وبالإذن من فخامة الرئيس ومن الرئيس المكلف، هنالك قضية تمس اليوم الأمن الاجتماعي، قضية امرأة باتت ليلتها بالأمس في مغفر في الضاحية الجنوبية لبيروت لأنها رفضت التخلي عن حضانة ابنها. قد يقول البعض إنه الشرع وإنه القانون، لكن ماذا يقول حين يسمع بأن هذه الامرأة التي تدعى فاطمة حمزة ليست مطلقة، حرمت ابنها وهي ما زالت على ذمة زوجها المتزوج امرأة ثانية وله منها طفل؟ ماذا يقول الشرع اليوم عن امرأة ملتزمة شرعاً دخلت بالأمس نظارة مغفر الغبيري، باتت ليلتها وهي تقول لن أتخلى عن ابني؟ هيدي قضية اليوم ورح تكون قضية كل يوم إذا لم تسرع الدولة اللبنانية التي بالأمس وعد الرئيس المكلف سعد الحريري وعهد اللبنانيين بأنه سيبدأ عهده لحماية المواطنين اللبنانيين من كل الآفات. هذه آفة جديدة تضرب مجتمعنا، واليوم ارتفع الصوت وسيرتفع لتحرير فاطمة حمزة. هذا العنوان الرئيسي سيكون محور بحثنا في الحدث، إضافة إلى العناوين السياسية بعد قليل. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وارحب بضيفي الصحافي راشد الفايد. استاذ راشد صباح الخير. صباح النور. رح اتركك تعلق على موضوع فاطمه حمزه اللي اليوم يعني شكل صدمه للبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن هلا عرفنا فعلا قيمه مواقع التواصل الاجتماعي باي معنى، كثير في قضايا بتحديدا المحاكم الدينيه اللي كانت تصير وتمرق. اليوم ما عم نحكي فقط عن حكم ذكوري، لكن عم نحكي عن حكم ظالم، يعني في ظلم لامرأة. ماذا يعني ما هو تعليقك هذا بداية؟ النبأ كما أدعتيه يكشف أمر لم يكن موجودا ولم نسمع به قبلا، أنه في سجون للمحاكم الشرعية. القبول وجود أحكام شرعية بعلاقات سموهم الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية لا يعطي المحاكم الشرعية حق السجن، لأنه السجن مقابل جريمة جنائية أو جنحة جزائيا طبعا، وبالتالي الدولة، محاكم الدولة هي التي تدير السجون وتقرر من يسجن ومن لا يسجن. هيدا اختراع بين مزدوجين لا علاقة له بسيادة الدولة اللبنانية، وهو نقيض لسيادة الدولة وسيادة القانون للأسف. بس من طبق هذا الموضوع هنك هو أمنية دخلت على مدخل مبنى فاطمة حمزة واعتقلتها هي وعلى المدخل البنائي، يعني في كمان وزير داخلية معني أنه يعطونا جواب. هي اعتقلتها معناتها أودعتها بصرف النظر عن الموجبات القانونية محققة أو لا. إذا القوى الأمنية اعتقلتها وحطتها بسجن، فإذا مش بسجن تابع للمحاكم الشرعية يفترض. إذا حطتها بسجن تابع للمحكمة الشرعية الجعفرية، معناتها يعني الجريمة أكبر من يعني مستوى واحد، إنه معناتها في تواطؤ على التخلي عن سلطة الدولة لمصلحة سلطة موازية من دون أي تبرير أو أي تنظيم. لا هو من السجن تابع للمحكمة الشرعية مغفر الغبيري. وبالأول كان بده ينقلوها على مغفر الحارة لأنها هي امرأة ملتزمة. أودعت بالأول بالسجن. بعد السجن الغبيري، بمغفر الغبيري. مغفر في فرق. لا بمغفر الغبيري بالنظارة يعني. أنا فكرت في سجن. لا بعد ما نقلت على السجن. لا بعد ما نقلت على السجن، يعني إن شاء الله ما يصير في نقل كمان للسجن. هذا بكل الأحوال مظهر من مظاهر تفكك سلطة الدولة اللي المواطنين قرروا أن يولوها جزء كبير من حرياتهم حتى تدير شؤونهم. نأمل مع العهد الجديد مع الرئيس ميشيل عون، وهو الآن يعني أول امتحان لكل يعني ما عبر عنه عن ضرورة الإصلاح. هذا امتحان صغير ولكن مؤشر فعلا. وله لدى الجمهور صدى كبير.
اكيد، لانه اليوم عم نحكي نحن بحاله كل واحد، كل انسان شعر بخوف لما سمع هيك خبر. رح نتابع مع حضرتك استاذ راشد، لكن اسمح لي بدايه ان انتقل الى زميلي شادي خليفه وموجز لهم الاخبار. صباح الخير. يبدأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة العتيدة على أن ينهيها غدا السبت. وفي تصريح لصحيفة الجمهورية أكد الحريري أن تأليف الحكومة لن يتأخر حتى بداية السنة الجديدة، وقال إن شاء الله ستتألف قريبا. وكان الحريري الذي سماه 112 نائبا وحاز على شبه إجماع لتكليفه رئيسا للحكومة الجديدة قد سارع بعد التكليف إلى إعلان العناوين العريضة لحكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي، وعقب جولته على رؤساء الحكومة السابقين وبعد وصوله إلى بيت الوسط مساء وسط احتفالات الابتهاج بتكليفه التي عمت معظم المناطق، حرص على إبراز تفاؤله بعهد الرئيس ميشيل عون وكذلك بالاستشارات التي يجريها اليوم وغدا في مجلس النواب. بحب اقول للبنانيين انه عهد الرئيس ميشيل عون ان شاء الله هيكون عهد كله خير لكل اللبنانيين. انا بشوف انه هيدي بدايه ان شاء الله الحمد لله كويسه. بقى علينا الاستشارات الغير ملزمه بمجلس النواب والتشكيل، وان شاء الله الجميع متعاون حيكون. بقول للبنانيين انه ما تفقدوا الامل، حكومه عم تتشكل، انتخابات حتكون بوقتها ان شاء الله، والخير لقدام. يعني انت اذا بتطلعي من شي 10 ايام ولا 15 يوم الناس يمكن كان لحظتها فقد الامل، ولكن بس لما نقوم بمبادرات شجاعه، وانا كلني امل انه كل الافرقاء السياسيين، الرئيس بري كمان متعاون، كلنا يعني حابين انه نشوف هذا العهد، عهد الرئيس ميشيل عون، ينجح من أوله. نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري صحة ما يروج عن أن ملف قانون الانتخابات سيكون مدخلا لاشتباك جديد معه، مؤكدا أنه اتفق مع الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري خلال اجتماعهم في قصر بعبدة أمس على ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قبل موعدها المحدد. ورد بري على ما يشاع بشأن مطالبته بالحصول على وزارة الطاقة قائلا لصحيفة الأخبار: لم يسألني أحد عنها، لكنهم حتى لو عرضوها علي لا أريدها، أما وزارة المالية فذلك موضوع آخر. وأضاف بري: إن مسألة وزارة الطاقة وملف النفط ليس مسألة وزير، لو كنت في الحكومة أو كنت في المعارضة، وأنا لا أزال الآن في المعارضة، لن أقبل أن يتم التصرف بملف الطاقة والنفط من دون هيئة وطنية تحفظ هذه الثروة، ومن دون تشكيل صندوق سيادي وطني في المصرف المركزي للاستفادة من عائدات النفط لتسديد الدين العام. أكد مصدر مقرب من حزب الله أن الحلف مع حركة أمل ووحدة الصف الشيعي يتقدمان على أي مسألة أخرى، وهما بالتأكيد أهم من السلطة ومكاسبها. وشدد المصدر في حديث للسفير على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شريك أساسي في الحكم، وعلى المعنيين التعامل بجدية مع مطالبه إذا أرادوا للحكومة الجديدة أن تتشكل بطريقة صحيحة وميثاقية. هز انفجار مدينة ديار بكر أكبر المدن في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد ساعات من اعتقال الشرطة 11 نائبا في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع قرب مركز للشرطة نقل إليه أعضاء البرلمان بعد اعتقالهم. وأفادت رويترز أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين. وأعلن بيان صادر عن ولاية ديار بكر أن التفجير الذي وقع بالقرب من مبنى أمني في مركز الولاية وفي منطقة تكتظ بالطلبة والمواطنين نفذته عناصر من حزب العمال الكردستاني باستخدام سيارة مفخخة. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الزعيمين الرئيسيين لحزب الشعوب الديمقراطي أي المؤيد للأكراد وتسعة من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب بسبب إحجامهم عن الإدلاء بشهاداتهم فيما يتعلق بتحقيقات مرتبطة بالإرهاب. وأفاد محامون تابعون للحزب بأن الشرطة التركية دهمت منزلي زعيمي الحزب في ديار بكر واعتقلتهما، إضافة إلى تسعة نواب آخرين بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم. وهذا
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا كمنظمة إرهابية. ختام الموجز، عودة إلى الزميلة نانسي السبع وبرنامج الحدث. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونبدأ حوارنا مع الصحافي راشد الفايد. أستاذ راشد، بس هو بهذا الموضوع من يتدخل بموضوع فاطمة حمزة؟ من يتدخل لوقف التدهور هذا؟ تطبيق القانون هو الذي يجب أن يكون المدخل للخروج أو المخرج من هذه المشكلة. تطبيق القانون، من يطبق القانون في هيك حالة؟ المراجع المختصة دينياً؟ إذا كان هناك دعوة طلاق أو دعوة خلع أو دعوة في المحكمة الشرعية تطبق، وإذا كان هناك دعوة لدى المحاكم المدنية بشأن اعتداء أو توقيف، المحاكم المدنية تتحرك، النيابة العامة تتحرك، وبعتقد بعد نشر النبأ وما جرى النيابة العامة ستتحرك، وبعتقد أيضا وزير الداخلية حيبادر، لأنه واضح الشرطة تصرفوا من دون قرار المدعي العام أو الاعتقال. المدعي العام يأمر بالاعتقال أو الإطلاق إلا إذا حدثت جريمة فورا وباللحظة تم القبض على المتهم، لا يخلى سبيله إلا بقرار المدعي العام. فهي ما يعني كأنه في حكم عليها وعمليا ما صدر حكم. بس حتى ناخذ تفاصيل أكثر، معنا شقيقة فاطمة حمزة المحامية فادية حمزة والتي تتابع تفاصيل هذه القضية. صباح الخير فادية. صباح الخير نانسي. نعم. صباح الخير لضيفك. أهلا وسهلا فيك فادية. إذا بتطلعينا بس على تفاصيل الموضوع، لأنه الناس يعني أكيد تفاعلت مع خبر أنه في امرأة تم سجنها لأنها رفضت التخلي عن حضانة ابنها، شو قصة فاطمة؟ فاطمة بالاختصار، نحن بدنا نرجع للعام 2013، نزاع عالق بينها وبين زوجها، قدمت بالمحكمة بدعوى تأمين مسكن زوجي ونفقة زوجية. لغاية اليوم المحكمة ما بدت وما صدرت قرار. بالتالي هي متحملة، لما كان عمره ابنها شهر هو البلد ما بحضانتها عم بتربيه، فلما تجاوز الصبي عمره سنتين، بلغ السنتين، تقدم والده بدعوى قدام المحكمة، قال لهم انه انا هذا الصبي بطلب ضمه باعتبار انه انا والده. اجابت المحكمة طلبه بمعزل عن النزل عن اي اعتبار اخر، يعني فاطمة لازالت لليوم هي زوجي شرعية لإله، لأنه ما تم البث بالدعوى الأساسية، يعني لا القاضي تريث ليتم البث بالدعوى الأساسية أو ليتم، لأنه بيفترض بالحضانة تعالج موضوع الولد بعد حدوث الطلاق، مش أثناء وجود علاقة زوجية. يا أخي مرض خانت هي وجوزة الموجودة هي لغاية اليوم منها ببيت المنزلي، بالتالي ما المفروض تعاقب أنه بحرمانها من حضانة ابنها. لا، ففاطمة طلع صدر هذا القرار، بالتالي رفضت هي تنفذه، بيتوجب هيدا نتيجته القانونية أنه بيصير في حبس إكراهي عليها، حد الأقصى 6 أشهر. لحظة بس 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 تنمشي بالتدرج، حضرتك عم بتقولي أنه هي بعدها على ذمة زوجة وغير مطلقة، صح. كيف صح. تم النظر بحكم حضانة وهي بعدها متزوجة؟ هيدا اللي نحن حكيناه، اعتبرنا أنه نحن بعدها هي لذلك لليوم هي زوجة شرعية لإله بحسب شو كان رد القاضي الشرع؟ كان رده عنه الأحكام هني بيتبعوا المرجع السيستاني، أحكامه واضحة بهذا الموضوع، بيعتبروا أنه الصبي لا بعمر السنتين للأب، وإن كان سواء حدث الطلاق أو كانوا على انفصال، يعني شقاق أو انفصال. أنا اللي كان ردي عنه، نحن بالإسلام ما في شيء اسمه انفصال، نحن يا في زواج يا ما في زواج، فبالتالي هي إذا بعد زوجة شرعية هي حاضنة ابنها. وعلى فكرة استنادا لفتاوى السيستاني بقول لك الأولى هي الأم أولى برعاية ولدها والأحوط استحبابا وإن كان ذكرا بقاءه معها. فهني بياخذوا الجزء، ما بعرف يعني ما عليه، يمكن بياخذوا الجزء دائما اللي بيكون بيفيد الرجل، يعني ما في لحد هلا. طيب بس سؤال، لغاية قبل إلقاء القبض على فاطمة كان بعده ابنها معها؟ اي طبعا ابنها معها. وين هن؟ بأي بيت؟ ببيت زوجة أو ببيت أهلها؟ هلا تفاصيل وينه؟ عذرا ما بقدر جاوب أنا. ابنها أماني حطيته عنا.
حرفيا قالت لي انا مستعده اتحمل الحبس، اتحمل اي شيء، بس انا ما راح اتخلى عن امومتي ولا عن حقي بحضانه ابني. طيب شو صار؟ كيف لحظه اعتقالها لفاطمه؟ يعني فاطمه كانت راجعه من شغلها على البيت، بيت اهلها، شو صار؟ صحيح. كان ناطرينا بمدخل البنايه درك، يعني درك. شخص بالتحديد بحادث حريق فواز العزير. وكان زوجها موجود دلن عليها، يعني هالرجل السهم ام زوجته بعدها وام والدته قال لهم هيدي هي. كانوا هني لما انفتت على المدخل ما كانوا مبينين، يعني فاجئوها وسحبوها، يعني غير انه عيط عليها وحطوها بموقف جدا بشع وسحبوها على المخفر. طيب. ما بعرف انا لغايه اليوم كيف عمو بيجوا على قلب بيت امراه بس ليسحبوها كرمال موضوع ولد. يعني هي وين بمخفر الغبيره؟ صحيح. يعني اذا القرار السجن، يعني بدها تسجن بسجن مفروض مش بالمخفر تكون؟ ايه بس ما في تخمي بالسجون، يعني لغايه اليوم ما بيكون في مطارح، عشان هيك عم بيتركون بالنظرات. طيب امبارح اول ليله باتت ليلتها فاطمه بالمخفر؟ لا، ثاني ليله. ثاني ليله. شو المفروض يصير هلا؟ هلا نحن عم نعمل حول قضيه فاطمه قضيه راي عام لحتى تعيد النظر المحكمه الشرعيه بالقرارات اللي عم تصدر من عندها، تلاقي المخرج القانوني حل نهائي لهذا النزاع. طبعا انا بالمخرج القانوني هم انه هذا قرار صدر نهائي لانه انا ما استأنفت للقرار، بالتالي بيفترض تنحبس فاطمه لحين تسليم الولد او تنحبس 6 اشهر. طيب واذا من بعد ما انحبس 6 اشهر فيها ما تسلم الولد، تنحبس 6 اشهر وما تسلم ابنها؟ هلا هني بالقانون بيقولوا الحد الاقصى حبسها 6 اشهر، يعني بيفترض بعد 6 اشهر تطلع، بس أيه. القانون بضل سير يعني مفعول نافذ، يعني ما بيلتغى، فيمكن يرجع. هيدي مساله شوي قضائيه حساسه، يعني بدنا نراجع فيها، يمكن يرجع يجي يقول لك القاضي انه هي منا جنحه او جنايه لنجي نعبر عنه نفذ الحكم وطلع، يمكن يرجع يجي يرتقي القاضي انه هيدا حكم بده ينفذه لاخر لحظه مثل موضوع الرقيه او النفقه ويرجع يجدده. بتضل على الآن هيك الامور. طيب بس اليوم كمان فاديه في راي عام يقول انه يعني الاطلاع على القانون الذي على اساسه يتم الزواج هو كمان حق لكل شخص. اللي بيتزوج على اساس الاحوال الشخصيه الدينيه المفروض انه يعرف انه هيك مزبوط، هيك المسار بده يصير. يعني عم تحكي حضرتك انه في نصوص بالقانون الشرعي بتقول انه من اذا الطفل عمره 2 سنة الذكر فيه يسحب والده الحضانه، الانثى 7 سنين مفروض، يعني معروفين هدول البنود. صحيح. بس اول شيء نحن فاطمه تزوجت عند مكتب السيد محمد حسين فضل الله، يعني عقد زواجها تم هونيك. اذا بدنا نخضع باعتبار نحن اللي بيفترض كنا تخضع لاحكام الشرعيه والاجتهادات الصادره عن السيد فضل الله اللي بيقول الصبي والبنت 7 سنين. بس لما انت بتلجئي للمحكمه انت ما فيك اي نزاع، بدك تلجئي للمحكمه الشرعيه يعني الدولي اللي هي عاطيتها اي نزاع بين ابناء الطائفه تلجئي لها. هم ما بيعترفوا بمرجعيه السيد فضل الله، هذا امر شخصي، موضوع سياسي، موضوع ما بعرف شو الموضوع عندهم. بيفرضوا عليك احكام السيد السيستاني، لحتى احكام السيد السيستاني هم بيطبقوا انا يعني باعتباري لهم مخرج وبيقدر يلاقوا مخرج وفقا لاحكام السيستاني، بس هم بيرفضوا. نعم. وبعدين نحن ما يعني زواج مدني موجود بلبنان منه موجود، يعني نجي نحكي انه اذا عندك خيار اخر منه موجود، يعني بده واحد يحمي حاله وشنطه ليسافر لبرا لحتى يجي، بس يجي على لبنان برضه بده يرجع اي نزاع، بده يعني يرجع شوي للطائفه، يعني ما فيك تبعدي كليا الا لالغاء النظام الطائفي بلبنان والدوله تساوي بين جميع مواطنيها. فادي اختك ملتزمه دينيا، كنت متخيله بيوم من الايام تطلع حضرتك عم تقولي اقتنعت بالزواج المدني؟ انا ولا اختي قصدك؟ لا انت واختك، يعني هل كنت ممكن توصلي لهالقناعه؟ لا بس الظلم اللي عم شوفه بالمحكمه الشرعيه الجعفريه ما بقى مقبول. ولا انا بدعي يكون في زواج مدني خياري موجود بلبنان لحتى نخفف شوي من السلطات نفوذ رجال الدين اللي ما بيكونوا عادلين، وما بدي احكي اكثر من هيك. يعني لا انا اكيد بحترم هذا الموضوع. فاديا شكرا لك. اكيد قضيه فاطمه هي قضيه راي عام، واكيد في احد ما لابد ان يوقف
هذا القرار اللي هو أقله بغض النظر عن الأحكام الدينية، في شيء يعني بالدين وبالدنيا ما في امرأة تسجن لأنه قالت ما بدي أتخلى عن حضانة ابني، في شيء غير إنساني. يعني بتدعي أستاذ راشد اليوم مثل ما حضرتك قلت أنه بهذا العهد الجديد أنه في شيء يتفوق على كل الملفات اليوم اللي هي هيك قضية، بتدعي أنه يتحرك وإن كان الرئيس العماد ميشيل عون أو الرئيس سعد الحريري حتى وزير الداخلية أنه هذا المشروع ليوقف هذا الموضوع؟ يعني مش يعني في سلطات مفروض سياسية تتدخل؟ مش موقع أني أدعي أو أحض أو أطلب. أنا بعتقد أنه الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية هذا الموضوع سيلفت انتباههم ويشغل اهتمامهم، وأعتقد خلال يعني 24 ساعة بيكون في تصرف أولا لتهدئة تطمين رأي العام من الأمور، مش فلتاني مثلا مش بهذا الأمر. أنا بعرف من المتابعات أنه بالآخر لما يكون في قرار بتوقيف شخص بيروح يتم توقيفه بكل احترام، أو يفترض أن يتم توقيفه بكل احترام والضابطة العدلية إلى حق تفوت على البيوت من 6 صباحا حتى 6 مساء بأي لحظة وبكل احترام، مش بيعملوا كمين طيلقطوا، لا وبعدين مش انه كمين لرجل متهم بقتل وجرائم لسيدة الخلاف معها على حضانة ابنها. وعلى فكرة انا دارس حقوق اول مرة بسمع انه في حضانة بالسنتين بالشرع بلا بالمحاكم الجوارية بالاحوال الشخصية اللي دارسينها نحن عن كل المذاهب عند المسلمين والمسيحيين وحتى اليهود، انه الصبي من بعد 7 تنتقل حضانته للاب، البنت من بعد 11 او 13 حسب المذهب والفتوى. الآن هذه شغلة مش سمع فيها قبل، فاجأتني بس إنه ازدادت معلومات الآن. هل أكيد بيكون في نزاع على الحضانة بوقت الزواج؟ هو هذا الشيء اللي أنا يعني كمان بوقف عنده، إنه إذا متزوجين معناتها عايشين ببيت واحد، هل مثلاً الولد بينام بأوضة أمه إذا كان يعني البي راضيان، وإلا إذا بينتزع الحضانة بروح أوضة بيه؟ في شيء مش حتى هي مش القضية فيها الكثير من يعني اللي هي المشاكل الاجتماعية الموجودة أساساً، يعني كأنه كلها وجدت بقضية واحدة، أنه حتى أنه مش بس في أم تصارع لابنها، في رجل تزوج مرة ثانية على زوجته. يعني وعزيزي التونسي في غريبة التونسي مش هو اللي أشعل الثورة بتونس، بس حالته كانت تعبير عن حالات كثيرة ومماثلة. إجا حرق نفسه، ذكر الناس بمآسيهم وأزماتهم. نفس الشيء الآن هذا موضوع عم يذكر الناس بأنه في المحاكم غير المدنية فيها تسيب ومطلوب. بس ما هذا كمان بخلي الناس مثل ما سمعنا فاضية، اللي هن بالآخر بيئة ملتزمة تحديدا، وأختها امرأة ملتزمة دينيا وفق الشرع، يعني ترتدي الزي الديني وفق الشرع. اليوم عم تطلع تقول صرت تخلوني أقول أنه لازم يصير في زواج مدني بلبنان كأنه الملجأ. يعني بعتقد الزواج المدني بدنا نتوقف عن اعتباره بعبع مخيف انه حيفتت المجتمع. ان شاء الله الرئيس سعد الحريري كما وعد الزواج المدني ليس بديلا من الزيجات الدينيه. اكيد فرنسا زواج مدني، بس واللي بده تعملي زواج ديني بتروح بتسجلي بعد ما تعملي زواج المدني اللي هو الاساس، تعملي زواج ديني تترضي ربك واهلك والى اخره. الزواج المدني ليس بديلا من الزيجات الدينية، الزواج المدني هو نافذة أخرى لحياة زوجية سعيدة. قد يكون يعني هل الموروثات الثقافية عن الزواج المدني كنا أولاد صغار يرسموا على الحيطان زواج مدني يرسموا طور، إنه هذا زواج مدني يعني شغلة قبيحة. لا، الزواج المدني هو مثل أي عقد، هو قريب للزواج الإسلامي إذا بدك أكثر من الزواج الديني. لأنه أساساً عقد الزواج الإسلامي فيك تكتب بنود فيه محددة تماماً ما عدا تحديد المدة، والزواج المدني ما في تحديد مدة، فمنه بعبع. واقتراحه أنه تبنيه كأحد وجوب عقود الزواج ما بيعني أنه صار اللبنانيين كلهم كفار وضد الدين وضد الإيمان. أساساً البطريرك الراعي في عزة شهيرة له قبل ما يكون بطريرك دعا فيها إلى أن يكون الزواج المدني إلزامي والديني اختياري. طيب إذا اليوم رجل دين بهذا المقام قايل هذا الكلام، الرئيس الحريري على الملأ أعلن هذا الموضوع، العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية كمان، مفروض هيك شيء هيك بيكون واحد عم بيقول أنا عم بلش عهد المؤسسات؟
لا هذا وجه بس مش هو يعني الخطوة الحقيقية الأساسية لإعلان بدء عهد المؤسسات. بدء عهد المؤسسات في مجالات كثيرة يعني نحن عايشين بحالة فيها تردي بمستوى أداء المؤسسات وفي ضياع وفي فقدان هوية المؤسسات صراحة. بالدخول إلى الشأن السياسي وعملية التكليف بالأمس، كيف اعتبرت وقرأت تكليف سعد الحريري؟ هلا هو الرقم جيد كرئيس مكلف، يعني في عنده حاضنة نيابية جيدة وشعبية بما تمثل، لكن أن يغيب حزب الله عن التسمية وليس كمان بجديد على حزب الله أساسا الغياب، شو بيعني هذا الموضوع؟ لا حزب الله منسجم مع ذاته. حزب الله من أيام دخل بالعملية السياسية الداخلية وهو لا يمنح لا يسمي أقول بيت الحريري مش قصة عائلة بس لم يسمي مرة الحريري السياسي لم يسمي مرة رئيس رفيق الحريري ولم يسمي رئيس سعد الحريري في السابق مع أنه سمى قبل ذلك الرئيس فؤاد السنيور على ما أذكر. حزب الله ينسجم مع ذاته بس هذا لا يقلل من ملمح ثقة أبدى الحزب تجاه رئيس سعد الحريري سواء بأحد خطابات سيد حسن نصر الله وما سماه بالاسم ولكن ألمح إلى الرئيس سعد الحريري وسواء بموقفه أنه لن يقف عائقا حزب الله أمام العهد وهي الحكومة الأولى للعهد ومهما تحدثنا عنها هي مسؤولية العهد إلى جانب رئيس سعد الحريري بس مسؤولية العهد أولا وبالتالي تشكيلها هو نقطة خلاف أو اتفاق مع رئيس العهد مع الرئيس. حضرتك من الناس اللي واكبوا كل المسار، هل بالأمس كان عندك فرح بعودة الرئيس سعد الحريري إلى الحكم من هذه البوابة أو كنت من الناس اللي كان عندهم كمان في من الناس كان عندهم غصة ناس كان عندهم عتب ناس ما كانوا راضيين؟ ما في داعي للغصة وما في داعي للعتب وأنا كنت فرح لأنه البلد يمسك بأول الطريق من أجل العودة إلى الاستقرار الحقيقي. نحن نعيش استقرار هش يعني مثل كأنه قصر من ورق الشد عم نهديه حتى ما يوقع. مطلوب الانتقال إلى مرحلة العمل وليس التمنيات ونحن أزمتنا منتشرة بكل مستويات الحياة اليومية الناس عايشتها يعني موضوع السيدة حالة من الحالات التي تعبر عن التوتر الاجتماعي بالبلد. معقول أنه بأوروبا ما بصير حالة ما مشابهة أو يعني قريبة ولكن على الأقل في شعور بالاطمئنان أنه في مؤسسة تسترد الحقوق. بعدك عم تسألين أنه يعني هل تنتظر تحرك من رئيس الجمهورية رئيس حكومة رئيس مجلس؟ صار في حدا ننطر منه أنه يتحرك؟ أولا أعطانا تفاؤل أنه صار في حياة سياسية جدية بدليل عدد الأصوات اللي نالها رئيس الجمهورية وعدد الأصوات اللي نالها الرئيس المكلف سعد الحريري وبدليل أيضا الفرحة اللي بالشارع الناس فرحت بصرف النظر عمن ستضم هذه الحكومة بس الناس فرحت أنه وقفنا على أول الطريق نحو الخروج من الأزمة وما يشجع على هذا الفرح أنه في رئيس مكلف واعد له تجربة سابقة وخلال هذه التجربة بال 2009-2010 على ما أعتقد النمو ارتفع بطريقة لافتة وشفنا بعد منه كيف نزل النمو وصل إلى حد الصفر وما أعرف هلأ قدي هلأ التوقعات بتقول أنه قد يكون النمو السنة المقبلة 3.3% إذن في شعور عند الناس أنه حنرتاح. طبعا ما عادت الناس تتحمل هذا الوضع المائع والضائع وبالتالي تكليف الرئيس سعد الحريري وبهذا الإجماع وقبله نيل الرئيس ميشيل عون هذا الإجماع الوطني بمستوى الكتل السياسية لا بمستوى الكتل السياسية التي أيدت بصرف النظر عن الرقم كل الكتل السياسية أيدت واللي ما أيد بالتصويت أيد بالكلام واللي لم يؤيد لا بالكلام ولا بالاقتراع بعد الانتخاب أعلن أن ما مضى قد مضى ونحن مع الرئيس ميشيل عون وندعم مهمته. في تلاقي لبناني على أنه انطلاقا من لحظة انتخاب الرئيس ميشيل عون بدنا نحط الماضي ورانا لأنه اللي إذا حنضلنا نتطلع إلى الخلف ونطلع شو قال فلان وشو قال فلان حنلاقي 100 مشكلة حتى نفتح بوابة على بعض.
في 100 نقطة وألاف النقاط عند هذا الفريق أو ذاك ممن تحالفوا والتقوا اليوم، عنده نقاط متضاربة بين بعض. إذا بنرجع للماضي أكيد ما بيكون في استقرار. حسن النية يقول نبدأ من هذا الانتخاب، ومن هنا نبدأ يعني مراقبة أين يمكن أن نختلف، والأهم أن نحتكم للقانون وللديمقراطية كي نحل هذه الخلافات القائمة. سأدخل معك بعد العودة لزميلي شادي إلى موضوع هل هي حكومة الانتخابات، هل راح تقدر تتألف وتعمل قانون انتخابات جديد وتعمل انتخابات، أو أنه راح يكون مصيرها كما مصير حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى اللي أخذت 6 أشهر لقدرت ترجع تدخل إلى الحركة الحكومية إذا بدنا نسميها. لكن نعود إلى زميلي شادي خليفة وما اختره لنا من الصحف، إليك شادي. شكرا نانسي. بطبيعة الحال ما سيطر اليوم على الصحف من مقالات ومن تحليلات يتعلق بتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب بعدما كلف الرئيس سعد الحريري تأليفها، ولكن البداية ستكون مع مقال من صحيفة الأخبار حول انتخاب العماد ميشيل عون وأصدائه لدى العدو الإسرائيلي. والبداية إذن من الأخبار، إسرائيل خطاب القسم يدل بوضوح على فوز حزب الله. أخبار سيئة نتيجة تدعو للقلق، انتصار حزب الله في لبنان وغيرها هي عبارات لم تخلو منها الكتابات الإسرائيلية التي علقت على وصول عون إلى بعبدة في اليومين الماضيين. وبرز أمس تقرير صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي زادت على العبارات المتداولة عبارة أتانا وجع رأس جديد اسمه ميشيل عون في معرض تعليقها شبه اليومي على انتخابات الرئاسة في لبنان. أما صحيفة جيروزالام بوست فقد توقفت أمام خطاب القسم وتحديدا حول فقرة تحرير ما تبقى من أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذه الجملة موجهة إلى حزب الله الذي يتحالف مع عون منذ عام 2006، وهي عبارة دالة على نحو واضح أن فوز عون بالرئاسة يصب في مصلحة حزب الله. وسأبقى ضمن إطار صحيفة الأخبار، وكما قلت ما يتردد حول تشكيل الحكومة المستقبل يرد على جعجع تأليف الحكومات لا يتم على شاشات التلفزيون. بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المقاعد فحتى الساعة لا نعرف ماذا يريد الرئيس نبيه بري بحسب مصادر في تيار المستقبل. لافتة هذه المصادر تأكيد الحريري نيته تأليف حكومة وحدة وطنية، فيما كان حليفه سمير جعجع قد عبر معلنا رغبة حزبه الحصول على وزارة المال، فيما بدا محاولة منه لعرقلة تأليف الحكومة. وعلقت مصادر رفيعة المستوى على كلام جعجع بالقول من الطبيعي أن يرفع كل طرف طلباته، لكن بالنتيجة تأليف الحكومات يتم بالتعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليس على شاشات التلفزيون. من جهة أخرى علمت الأخبار أن الحريري وباسيل بحثا قبل أيام في اقتراح أن تكون الحكومة من 32 وزيرا بهدف إضافة مقعدين للأقليات، مقعد مسيحي وآخر لأحد أبناء الطائفة العلوية، لكن الحريري أصر على أن تكون الحكومة من 30 وليس 32 وزيرا. وفي حال استقرت النتيجة على ذلك سينضم إلى الحكومة ممثلون عن كتل لم تتمثل في حكومة الرئيس تمام سلام كالنائب طلال إرسلان الذي سيكون مقعده الوزاري هو المقعد الدرزي الثالث لا من حصة النائب وليد جنبلاط. وجرى تداول أمس بمعلومات مفادها أن باسيل لن يدخل الحكومة أو أنه سينضم إليها بصفة وزير دولة بلا حقيبة لكي يتمكن من مساعدة رئيس الجمهورية، فضلا عن مهماته في رئاسة تكتل التغيير والإصلاح ورئاسة التيار الوطني الحر. كذلك يجري الحديث عن تعيين ابنة الرئيس ميشيل عون ميراي في منصب استشاري رفيع في القصر الجمهوري، علما بأنها كانت تؤدي دور مساعدة رئيسية لوالدها في الرابية. وضمن الإطار نفسه أنتقل إلى صحيفة السفير وما كتبته اليوم عن توزيع عن تساؤلات كيف سوف تتشكل الحكومة المقبلة. جشع قوتي وطيار محرج بتفاهماته إلى الحكومة 30 در، هذه في أفخاخها وأسئلتها. الفجع الوزاري
لم يمنع أوساط الحريري من القول إن الحكومة ستولد قبل عيد الاستقلال في 22 من الشهر الحالي، فيما رجح مرجع واسع الاطلاع أن تحتاج عملية التأليف إلى حوالي شهرين على أقل تقدير. وما يساعد في تسريع عملية التأليف الحكومي أو تأخيرها ستبينه مطالب الكتل النيابية والنواب المستقلين في استشارات التأليف مع الرئيس المكلف اليوم وغدا في مجلس النواب، وكذلك قدرة الحريري على الإجابة على الأسئلة الآتية. أولا، هناك معادلات سياسية جديدة فرضت رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة، فهل ستكون الحكومة الجديدة محكومة بالتفاهم السياسي المبرم بين عون والحريري؟ وما هي طبيعته؟ وكيف سيتمكن التيار الوطني الحر من التوفيق بين تفاهمه مع الحريري من جهة وتفاهمه من جهة ثانية مع القوات التي تتصرف كمنتصرة رئاسيا وبشهية وزارية مفتوحة، 4 وزراء على الأقل مع حقيبة سيادية؟ ثانيا، إذا كانت الحكومة ثلاثينية فكيف ستتوزع أرقامها؟ وما هي حصة رئيس الجمهورية الذي يريد أن يحظى بفريق وزاري مثله مثل ميشيل سليمان وإيميل لحود والياس الهراوي؟ وإذا حسمت الحصة الرئاسية فماذا سيكون عددها؟ وهل سيكون جميع الوزراء 3 أو 4 من لون طائفي واحد مسيحي، أم يتم تلوينها بوزراء مسلمين شيعي واحد وسني واحد؟ إذا كانت قاعدة 8 أذار و14 أذار التي حكمت كل البنيان الحكومي منذ 11 سنة حتى اليوم باتت غير سارية المفعول مع إبرام الصفقة الرئاسية الحكومية، فعلى من سيحتسب وزراء التيار الوطني الحر؟ على 8 أذار أم رئيس الجمهورية؟ أم يشكلون مع وزراء القوات متساوين شراكة العهد؟ وماذا عن شراكة التيار الحر مع تيار المستقبل حكوميا؟ وكيف سيصرف التيار تفاهمه السياسي مع حزب الله المتفاهم سياسيا مع حركة أمل التي لن تبصم على حكومة لا تضم وزراء للمردة والقومي؟ أيضا، على من يحتسب وزراء وليد جنبلاط في مجلس الوزراء؟ هل سيكون مسموحا لجنبلاط أن يتمثل بوزيرين درزيين، الثالث لطلال إرسلان على أن يعوض بوزير مسيحي ثالث؟ ماذا عن التوجه السياسي الواضح الذي يعبر عنه حزب الله وأمل هذه المرة بوجوب أن يتمثل القومي في الوزارة الجديدة بمقعد مسيحي وليس شيعيا كما جرت العادة في السنوات الماضية؟ كيف سيتم توزيع المقاعد السيادية الأربعة، الداخلية والخارجية والمالية والدفاع في الحكومة؟ وماذا عن الحقائب الخدماتية التي تبيض ذهبا كالأشغال والاتصالات والطاقة؟ وماذا عن الحقائب الحيوية كالصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية؟ ولمن ستكون حقيبة وزارة العدل؟ كيف سيتعامل وزير الحكومة مع الفيتوات التي بدأت تطل برأسها من أكثر من مكان برفض إسناد هذه الحقيبة أو تلك لهذه الجهة السياسية أو تلك؟ والأخطر، كيف سيتعامل مع إصرار رئيس الجمهورية على وضع فيتو على تسليم وزير المال علي حسن خليل وزارة المال؟ وأنتقل من صحيفة السفير إلى صحيفة اللواء، وأيضا التي فندت معلومات حول الحقائب الوزارية، الخطوط العريضة لحكومة العهد الجديد وأعلانها قبل الاستقلال. وفي تفاصيل المقال، في معلومات للواء أن انسجاما ملحوظا كان بين الرئيسين بري والحريري في الجلسة الثلاثية بعد انتهاء الاستشارات الملزمة، بما يؤشر إلى أن عملية التأليف لن تأخذ وقتا، وعلى الأرجح أن تكون منجزة قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني. وكشفت مصادر مطلعة أن صورة الحكومة ستكون كما يلي: الاتجاه الغالب هو لحكومة 30 وزيرا لضمان تمثيل غالبية القوى السياسية والحزبية الممثلة في المجلس النيابي وربما خارجه. ثانيا، أن تبقى الحقائب السيادية ضمن التوزيع الطائفي الحالي، وهذا يعني أن وزارة المالية ستبقى من حصة الطائفة الشيعية. وفي المعلومات السياسية أن الرئيس بري يتمسك بوزير المال في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل على رأس الوزارات لاعتبارات منها إلمامه بهذا الملف، لا سيما وأن موازنة العام 2017 يتعين أن تكون على جدول أعمال أول حكومة تنال الثقة. أما بالنسبة لحقيبة الخارجية أن يرأسها جبران باسيل فستبقى من حصة الموارنة والتيار الوطني الحر، إلا إذا ارتأى الرئيس عون إسناد مهمة المستشار الشخصي للشؤون الخارجية
الخارجية للوزير باسيل، الأمر الذي يعني أن التيار العوني سيحتفظ بالوزارة على أن يكون على رأسها وزير التربية ليسبو صعب انسجاما مع وجهة الانفتاح على دول الخليج وعلى الدول العربية والأجنبية بشكل عام، وهذا يعني أن الأرثوذكس سيتمثلون بحقيبة سيادية. وفي هذه الحالة ستكون الحقيبة السيادية للموارنة للعميد شامل روكوز الذي سيكون وزيرا للدفاع ومن حصة رئيس الجمهورية، تماما كما كان الوزير سمير مقبل من حصة الرئيس ميشيل سليمان. بالنسبة لحصة الحقائب السيادية للسنة فستبقى في وزارة الداخلية، حيث يتوقع أن يبقى الوزير نهاد المشنوق على رأس الوزارة. وفي إطار الحصص الأخرى للكتل والطوائف الأساسية، فتتحدث المعلومات عن أن الرئيس بري سيكون له حقيبتان إضافة للمال، واحدة خدماتية والثانية عادية، تسندان إلى شخصية جنوبية وأخرى بقاعية، من دون أن تستبعد مصادر التأليف أن يكون النائب ياسين جابر أحد هذين الوزيرين أو أن تسند إلى أحد أقاربه. وبالنسبة للوزراء الثلاثة الباقين سيكون اثنان لحزب الله بصرف النظر عن الحقائب، ووزير شيعي من حصة الرئيس عون الذي سيسمي أيضا وزيرا سنيا. وفي المعلومات أن الرئيس بري أبلغ من يعنيه الأمر أنه ليس في وارد أن يطالب بوزارة الطاقة، وهو لا يمانع أن تبقى من حصة التيار الوطني الحر ليبقى على رأسها الوزير أرتور نازاريان أو يتم استبداله. وتتراوح حصة القوات اللبنانية باثنين أو ثلاثة، مع إمكان تمثيل حزب الكتائب بواحد وتيار المردة بوزير أيضا. درزيا أشارت المعلومات إلى أن تمثيل النائب وليد جنبلاط ثابت، لكن النقاش يدور حول تمثيله بوزير أو اثنين على خلفية أن توزير الأمير طلال أرسلان ثابت أيضا. ويبقى البحث منصبا على إمكان تمثيل الوزير السابق وئام وهاب الذي سبق وأشار أنه قدم للرئيس عون اسما لتولي حقيبة الاتصالات. مع هذا المقال من صحيفة اللواء أصل إلى ختام جولتنا على الصحف. بعد هذا الفاصل الإعلاني نعود إلى متابعة برنامج الحدث. مشاهدينا أهلا بكم، ونتابع حوارنا مع الصحافي راشد الفايد. أستاذ راشد مجددا أهلا وسهلا فيك. بموضوع الحكومة سمعنا كثير من الصحف وقراءة صحف مع شادي عن التوزيعات والحقائب، هل بات مسلما ومؤكدا بأن الحكومة هي حكومة ثلاثينية راح تكون؟ بالتأكيد الرئيس المكلف يعي الوضع الداخلي ويتفهم حالة الوحام السياسي اللي عند كل الكتل على الوزراء والحقائب بدهم يدخلوا على الوزارة، وبالتالي لابد أنه يقدر في قرارات نفسه حجم الحكومة أو عدد الوزراء اللي هو على الأرجح 30. 30 في كلام بيقول 32 كمان. بس بالنسبة لكلام الأسماء والتسمية توزيع الحقائب، هذه مثل ما قلت قبل وحام، يعني كل واحد بيتمنى بس ما بالضرورة أن ينال، لأنه هذه الطبخة هناك طباخ أساسي وواحد هو رئيس الحكومة المكلف. كيف يمكن أن يمزج بين كل هذه الطلبات أو هذه الأنجريديون المركبات كلها ببعضها لتشكيل حكومة؟ هو متروك له. وطبعا في تشاور قبل ما نبلش ننتقل للأسماء، في تشاور مع الكتل اليوم وبكرة، بنتيجتها يعني يجلس مع مستشاريه ومع يعني من يجب أن يحاورهم أو يستند إلى حكمتهم السياسية لتقديم تشكيلة ويناقشها مع رئيس الجمهورية قبل أن يتم نقاشها ووصولها إلى مجلس النواب والثقة ووضع البيان السياسي. المهم بكل هذه الحالة إنه الناس تأمل خيرا، وبالتالي إذا يبدر من عملية التشكيل أو من أي فريق سياسي زلة أو يعني سقطة سيصدم الرأي العام، ويشعر الرأي العام بخيبة أمل، وهو أمر لن يقبله لا رئيس الجمهورية الجديد ولا الرئيس المكلف ولا الرأي العام. بس هو متوقع، يعني اليوم هذا الأمر متوقع، الكل يستعيد أول ما استعاد بالذاكرة هي حكومة رئيس سعد الحريري الأولى اللي كانت كلنا بنتذكر، يعني تشكلت بحزيران، لا قدر ألف لتشرين، طلع أول مرة بتشكيلي رفضوها، رجع عمل تشكيلة جديدة. فأنه تختلف الأمور كليا. يعني أنا لو كنت صاحب مركز أبحاث وعندي إمكانات مالية بكلف لجنة تقعد تعمل محضر بكل التعهدات التي قدمها الأطراف السياسية بالبلد تجاه
الرئاسة الجديدة، وأيضا كشف بكل المواقف السيادية والوطنية للرئيس ميشيل عون، وكذلك جرد المواقف السيادية والوطنية لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب، حتى نحاسب على كل تواطؤ قد يبدر من هذا أو ذاك أو من أي طرف بالموضوع السياسي. يعني لما بيكون الرئيس سعد الحريري بيقول بدنا نشكل حكومة وحدة وطنية، وتطلع الحكومة لا تمثل الوحدة الوطنية، فينا نحاسبه اللي قلت أنت قلت وما عملت. أو لما يقول الرئيس ميشيل عون أنه بخطاب القسم أنه تحييد لبنان عن الأزمة السورية أو الدولة اللبنانية عن الأزمة السورية، لا سمح الله تصرف بما يناقض ذلك، فينا نقول له أنت قلت مش نحن عم ناخذ مبادرة. نحن صار مطلوب الحياة السياسية يكون فيها شوية نضج وشوية احترام لعقول الناس. تشكيل الحكومة حاليا إذا لم يسهل معناها أن هناك من يريد أن يفتح العقبات أمام العهد الجديد، مش أمام الحكومة وليس أمام الرئيس المكلف، هي مواجهة مباشرة مع رئيس جمهورية الذي أتى بإجماع وطني من كل الأطراف السياسية، سواء من تبنى في البداية أو من أيد في قبل الإنجاز والانتخاب. هناك مسؤولية، كيف تؤيد انتخاب الرئيس ميشيل عون ولا تؤيد انطلاقته للعمل من أجل التقدم بحال البلد المتدهورة؟ هاي مسؤولية كبيرة، بدهم يوعوا السياسيين أنه الأمور ليست الآن في مرحلة تقاسم الجبنة والمحاصصة، هون مرحلة إعادة الانطلاق، وإعادة الانطلاق يعني الجراح مضطر يقص أحيانا شقفة من الجسم حتى يشفى الجسم. بدهم يتفهم الجميع أنه الإرادة الطيبة سواء عند رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف بإنجاز حكومة ترضي الجميع لا يعني تقديم تنازلات وخلق اشتباكات. أنا اعتقادي أن الحكومة الجديدة يفترض أن تولد قبل عيد الاستقلال، مش لأنه رمزية الاستقلال، ولكن أعتقد أن العهد يراهن على الصورة، على الانطباع. إذا أنجزت بسرعة على السرعة في إنجاز تمام، إذا أنجزت حكومة بسرعة وتم تشكيلها قبيل عيد الاستقلال ستعطي ارتياح أكبر للرأي العام. ولا ننسى أنه أول امتحان للنتائج الإيجابية لقيام الحكومة فترة الأعياد المقبلة، عندنا عيد الميلاد وعيد رأس السنة، وهذه فرصة حتى يشعر الناس أنه شيئا ما تغير، بمعنى تطمين المحيط العربي إلى أنه هناك حكومة وحكومة سيدي ومسؤولي، وأن العهد الجديد برئاسة ميشيل عون لن يتساهل في حفظ الود والعلاقات مع الدول العربية، خصوصا أنك كمان عم بتطمن مش بس اللبناني المقيم المغترب، عم تطمن السواح اللي افتقدهم كمان لبنان بهالفترة. يعني اليوم مثل ما حضرتك عم تقول أنه كل الهدف هي الصورة التي تنقل اليوم عن لبنان، بتلاقي اليوم أنه هيك حكومة إذا ولدت قبل عيد الاستقلال بيكون في فعلا فيها تخطي لكل المطبات اللي هلا عم نسمع عنها، حقيبه من هون واساسيه من هون وسياديه من هونيك. لكل طرف ان يطالب بما يريد. الكلام الجدي هو في جلسات النقاش بس والمشاوره، بس مش متفق على الجديين بالاول على الحقائب الاساسيه السياديه والجديه، اكيد في شيء منه. المشكله متوافق لبنان عليه. لبنان الحياه السياسيه مركبه على طوائف، على كتل حزبيه، ومش سهل تعمل التوازن. يعني مين قال انه الماروني اللي بتيار المستقبل لا يمثل طائفته، او السني اللي بتنصد بالقوات اللبنانيه لا يمثل السني، او الشيعي بالتيار الوطني الحر لا يمثل الشيعه؟ ما هي كمان في اشكاليات بسيطه الان ليس اوان حلها والبحث بجذورها، ممكن تخطيها كما لمح رئيس سعد الحريري انه مين قال انا فقط اسمي وزراء سمنه وغيري وزراء. اذا صفت النيات وفي قرار جدي وحقيقي عند كل الاطراف السياسيه ان كلامها عن دعم العهد هو كلام يبطن جديه ويبطن قرارا واضحا، ما بيعود في اشكال بتشكيل الحكومه. بعدين ما ننسى هذه حكومه يفترض ان تنتهي مهمتها بإجراء الانتخابات النيابية، يعني وكل الفرقاء عم يقولوا لن يقفوا عثرة أمام انطلاق الانتخابات، معنى ذلك 6 شهور، إذا نفترض هناك تأخير تقني لشهر أو شهرين 8 شهور بدها تقوم حكومة جديدة، عندها يمكن الكلام عن أنه ما بدنا حكومة وفاق وطني، بدنا حكومة معارضة، لأنه بكون
صار في مشهد نيابي مختلف، وممكن حين هالكلام انه حكومه قد تكون حكومه تكنوقراط او حكومه مختلطه، لانه بيكون يعني هذا هذه المبادرات الايجابيه من قوى سياسيه بترشيح الرئيس العماد ميشيل عون ثم تكليف الرئيس سعد الحريري بتكون نالت ما تبتغي من تقدير، شاركت بالحكومه الاولى. لكن الحكومه الثانيه ونحن نعرف بالتاريخ السياسي اللي هي بتاريخ الحكومات بلبنان الحكومات الصغيره هي الاكثر انتاجا، والحكومات الصغيره هي الاقل يعني عراقا بداخلها، لانه خلص محدد الامور وجايين الناس ليشتغلوا مش حتى يتوزعوا الحقائب والقصص. طيب اليوم بموضوع الانتخابات اللي هو الاساس، هذه الحكومه حكومه 6 اشهر 7 اشهر او 8 اشهر قادرة فعلا أن تنجز قانون انتخابات عادل ويؤمن صحة التمثيل؟ إذا مجلس نيابي عم نحكي من 2009 لليوم ما قدر، هيدي الحكومة حكومة الست أشهر بتقدر؟ الحكومة مش هي حتنجز قانون الانتخابات، مجلس النواب هو اللي عم يدرس، الحكومة ما عاد عندها هي تقدم مشاريع قوانين، قدمت اللي قدمته، بس نحن بنعرف إنه في مشروعين متقدمين على غيرهم مختلط. واحد كتلة الرئيس بري متبنان حركة أمل، وفي المشروع المتبني تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي. الخلاف بين الاثنين خلاف تفصيلي، قد يكون هناك مخرج بإيجاد يعني قاسم مشترك بين الاثنين، وقد يكون هناك مخرج بتبني نص جديد، ولكن برجع بقول كل الطاقم السياسي أمام امتحان مدى جديته ومدى عمق تأييده للعهد الجديد. إذا القوات اللبنانية مع ميشيل عون، وحزب الله مع ميشيل عون، وتيار المستقبل مع ميشيل عون، والأطراف الأخرى اللي عارضت صوتت ورقة بيضاء رجعت قالت هي مع ميشيل عون، أو كما قال الوزير سلمان فرنجي أنه خطنا السياسي. طيب إذا خطنا السياسي أو خطوطنا السياسية تلتقي عند تأييد ميشيل عون، لما من أي تحقيق الإنجاز لهذا العهد الجديد حتى نقول نحن بس هي جديد. فقط تلتقي عن تأييد العماد ميشيل عون وتحقيق هذا الإنجاز، ولا تلتقي أيضا لأنه مصيره بمصير الانتخابات؟ يعني اليوم من لا يشارك بالحكومة بيعرف أنه رايح على قانون انتخابات، مش سهلة فكرة قانون انتخابات لهذه القوى السياسية اللي بهمها بالآخر أنه ترجع تتمثل. مظبوط؟ بهمها ترجع تتمثل، ولكن تتمثل بالزعبره ولا تتمثل في القانون واضح؟ اذا القانون فيه الزعبر بتصير بالزعبره. لا هلا بعد كل هذه الازمنه اللي مرينا فيها والتجارب الانتخابيه والتفاؤل الذي اكتشفنا لاحقا انه لم يكن بمحله بالنسبه لاصحابه وقت بعد اتفاق الدوحه، الان نحن امام تجربه جديده. يفترض انه هذه القوى السياسيه من تجربتها تعلمت انه هذا القانون كيف يصلح او لا يصلح. ثانيا مش هين تلاقي قانون انتخابات ببلد مثل لبنان بهذا التنوع السياسي والديني والمذهبي والمناطقي والعشائري يقدر يعكس صوره حقيقيه عن تركيبه المجتمع. للاسف ما حدا عم يتخلى عن الهويات الصغرى بتاعت البلد حتى ينتقل الى المرحله العليا، الهويه الوطنيه، ويخوض الانتخابات على منطق ماذا سيكسب البلد من نيابته او ماذا لا يكسب. للاسف يعني ما حدا عم يوعى انه ما في شخص عم يخدم طائفته. ما في شخص عم يوصل للسلطه وبيكون هو يعني باب الخير للطائفه تاعته. بالعكس عم يكون باب الخير لجيبته ولجيبه المحيطين فيه من الاقارب والازلام والمستشارين. فبدأت يفهم الراي العام اللبناني انه مش بهمني انا ما بهمني يطلع فلان السني او الشيعي او الدرزي او المسيحي يطلع وزير او يطلع نائب. انا يهمني ماذا يفعل لي كمواطن لبناني، كمواطن لبناني، لانه كل الخدمات اللي عم يقدوها السياسيين لا ابناء طوائفهم هي خدمات المحسوبيات. يعني واحد عمر حيط من دون رخصه وبيروح على المخفر بتدخل نائب بيطلعه، إذا هيدا بيعمر بلد، هذا التصرف يعمر بلد، خلينا نعممه. بس مين قال إنه هذه الطبقة التي رسخت هذا المنطق، اليوم رح تيجي تقول لنا لا تغيرنا وتغيرت الدنيا ومشان هيك نزلت هالاحتفالات؟ مش مطلوب من هذه الطبقة من السياسيين هن يغيروا، مطلوب من الأجيال الجديدة، يعني ما دول الخليج فيها نسبة متعلمين
عالية جدا جدا. هل يستطيع المنطق الذي حكم منطقة الخليج بالخمسين أن يدير الخليج كما يديره اليوم الحكام الجدد؟ يعني أنه كنا نسمع قبل أنه في مشروع لأربعين خمسين سنة مثلا بالسعودية، طلعوا بمشروع الولي ولي العهد 2030. طيب هذه نظرة إلى الأمام. طب نحن اللي أول من شق للعلم بابا، وأكثر الشعوب العربية يعني تعلقا بالتقدم وتعلما وإلى آخره، بدنا نضلنا وقت الانتخابات نفكر مين من طائفتنا، بأنه قانون السنتين وقانون ثلاث سنين يعني. إيه، مين من طائفتنا ومين مش من طائفتنا، وفلان بيقربنا وفلان ما بيقربنا. بس هن تغيروا السياسيين ولا أنه في شيء؟ السياسيين كما تكون يولى عليكم، السياسيين هن منا، هن منا مثلنا، بيشبهونا بالبدايات، انتقلوا إلى مرحلة تانية، تغيرت تصرفاتهم أو ما تغيرت هذا موضوع آخر، ولكن نحن اللي جبناهم على الموقع المسؤولية، نحن من حقنا أن نغير. نحن يعني ما بدنا نتحول على يعني في منطق سائد بلبنان أنه هذا الزعيم السياسي عم يسرق، شو عليه ما هداك الزعيم من طائفة تانية عم يسرق. لك حبيبي أنا ضد السرقة مش ضده، مش ضد هذا الشخص، هذا الخلط أنه يكون منا وقتيل قتلك شيء كتير منيح، يكون ضدنا ويكون نبي، لا ما بدنا اياه، مش منطق هذا. إيه بس ما اسمحي له، اللي عم بقوله انا انه في طبقه سياسيه هي اللي عم تجدد لنفسها، يعني تلقائيا لما تكون هي مسؤوله عن وضع قانون، هذا القانون ما بتيح لانك تقدر هون فعلا هون انك يعني تكون تغيير. هنا تاتي مسؤوليه المجتمع المدني، هنا تاتي مسؤوليه المجتمع المدني بتنوع اهتماماته وبالتصويب على الاخطاء وبالتحرك. ما تفكري في حركة تنعمل اليوم بتضم عشرة ما بتوصل بعد شهر اثنين ثلاثة أربعة تضم ألف، إذا كانت جدية عم يعني عم تبين مكمن الخطأ. وتعتمد الحركات المجتمع المدني على وعي الناس، مش على وعي بس جماعتها اللي عم يتحركوا معها. الناس تقدر وتطلب إنهاء الغلط، ولكن بدأ مين يشد عليها ويضغط يدفعها أكثر وأكثر لرؤية الخطأ. المجتمع المدني هو الذي يصحح. بالحديث عن هذه يعني هيدي الشريحة من الناس، لليوم البعض يقول بأن فعلا عادت لتكون أكثرية صامتة لما رجع طلع صوت جمهور الأحزاب المؤيد لهذا الرئيس أو ذاك الرئيس، لأنه يعني بهيك حالة إما بيصيروا بصفوف المراقبة وإما بصفوف الأحباط، بأن هذه الطبقة تنتج نفسها. بعد الفاصل إلى أي مدى فعلا قادرين الناس هن يفرضوا التركيبة الجديدة؟ عم نحكي تركيبة ما بعد الانتخابات، مش تركيبة الحكومة الحالية اللي هي مفروض أن يكون عمرها قصير. بعد الفاصل الأخير. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مجددا، ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع الصحافي راشد الفايد. أستاذ راشد، إلى أي مدى شوف بتلاقي أنه في ممكن التعويل على رأي عام بظل بالأمس وعند وصول العماد ميشيل عون الى سدة رئاسة؟ شفنا ناس كانت مثل ما بيقولوا كفرت بالبلد مش بس بالسياسيين، رجع تحرك فيها نفس انه الزعيم وصل. كله هذا يعبر عن غياب الحس الوطني وحلول المشاعر الادنى، وهذا امر ليس بالسهل الخروج منه والانتهاء معه والقطع معه. نحن طائفيين ما قادرين نطلع من طائفيتنا، مش أنا وأنت، ناس عموما ما قادرين يطلعوا من طائفيتهم، والوقت ذاته هن مناطقيين وهن عشائريين وهن مذهبيين. فشوف هالتركيبة من الهويات اللي بيطغى عليها بالأساس الهوية الطائفية، أساسا الهوية الطائفية بدليل أنه في ناس يعني بيتعصبوا لشخص كرمال طائفتهم، هو من طائفتهم، مش لانه عمل جيد او عمل سيء، هيدي الخلاص منها. مؤسف انه ما لم يتم برغم تجربه الحرب اللي عشنا فيها، وبرغم انه اطيح المجال امام اعداد هائله من اللبنانيين للدراسه في الخارج ومعايشه مجتمعات مختلفه، على الاقل في 30 او 35 الف شاب رفيق الحريري الله يرحمه بعثهم يدرسوا برا، عاشوا مش سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه، عدا الآخرين اللي هاجروا. بس للأسف مجرد ما يوصل اللبناني بس يفتح باب الطيارة بيتذكر كل سيئات الشخصية اللبنانية العامة،
كلها بده دغري ينفذها، بيبدا فورا بالركض على الامن العام وكانه الامن العام هربان منه، انه بده يروح اول واحد، هيدي عقده الاول والافضل والاكثر. اول واحد بيقف على باب الطياره، اول واحد بيقف على باب الطياره. طيب بموضوع العهد الجديد، حضرتك عم تقول في تفاؤل، بس هذا التفاؤل مبني على ماذا؟ على انه هيدي التسويه لم تتم لولا غطاء دولي اقليمي عربي لها، ولا على اساس انه لا مراهنين على فكر انه صنع في لبنان ورح تنجح التجربه؟ انا هيدي صنع في لبنان يعني مش كثير متحمس لها، مقتنع فيها كمان. ايه، لانه فينا صنع في لبنان بامتناع الاخرين الخارجين عن التدخل، بس هذا ما معناته صنع في لبنان. او صنع في لبنان ولكن تدخل الخارجون او هن برا خارجيون بطريقه يعني متواضعه. انا اعتقد انه الحاله الاقليميه والدوليه ضغطت باتجاه تبني الخروج من الازمه، مش باتجاه فرض. يعني المبادره اللي عملها الرئيس سعد الحريري واعطت ايجابيات يعني واحرجت حتى من كانوا يزعمون تأييد وصول عماد ميشيل عون واضطروا الى تأكيد التزامهم بفوزه او بوصوله، هيدي لقيت ايجابيه عند المواقع الدوليه سواء في الرياض او بباريس او ببريطانيا او بمجلس الامن او بكل او واشنطن. يعني شفنا جون كيري شو حكي وشو رجع حكي الناطق باسم الخارجيه، هدول الاطراف وجدوا انه هذه المبادره أدت نتيجة إيجابية فليبنى على هذه النتيجة. إذا ما في صنع في لبنان بالمعنى يعني اللي عم نحاول نطفيه على الموضوع. اللي صنع في لبنان هو إرادة الحل. إجا أطراف أخرى رأت فيها مخرجا مناسبا. الآن هذا الحل أو المبادرة التي قدمها الرئيس سعد الحريري وأدت إلى انفراج الأزمة صار موضع عناية القوى الدولية والمحلية، وأعتقد أنه هذا الزخم الدولي يشجع الزخم الداخلي على التسريع بالخطوات المتطرفة. بس هذا الزخم ولذا الدولي ليش؟ نعم؟ ليش؟ يعني شو اللي تغير؟ ما تغير شيء، يعني كمان إذا مش القوى كل العناوين اللي قيل بأنها هي أساسية للعودة إلى عهد جديد وإلى دولة قائمة كلها تم تغطيها وما زالت موجودة، ويعني أعمق صارت المشاكل ووصلنا. ليه؟ يعني اليوم لما نحط عنوان حزب الله في سوريا والتدخل اللبناني وإقصاء لبنان عن مجتمع عن محيطه العربي وكله موجودين مين بعده. مين عم يقوله خطاب القسم ما بيقول هيك. لا خطاب القسم شو اللي وصل إنه نتخطى هول الأشياء اللي بعدها قائمة ونروح على الانتخاب؟ هو هذا الموضوع، إنه ما زال ما نحل شيء من الأزمات. مين تخطى هالأشياء؟ مين؟ كل حزب الله تخلى عن القتال بسوريا؟ لا، نحن أنا شخصياً مقتنع أنه سلاح حزب الله ليس في طاقتنا يعني منعه. هذا السلاح الأمين العام لهذا السلاح يقول أنه هو يأتمر بأوامر إيران والأموال من إيران والطاقات من إيران، وبالتالي هو يريد القتال في كل مكان في المنطقة حسب ما توجهه إيران. أنا في وقف إيران؟ وصلت لهالقناعة. أنا عم بحكي أنا كمواطن لبناني، في وقف إيران؟ طيب بعطل الحياة العامة بالبلد حتى توافق إيران على وقف مد حزب الله بالسلاح؟ بوقف الحياة الناس صار. بتموت مش هيك صار من قبل تيار المستقبل؟ يعني اليوم أنا تيار المستقبل ما وقف المستقبل تحديدا، إنه اليوم اللي كان عم بيقول لا أنا ما بدي وأرفض أن تحكم إيران، هل اليوم استسلم لفكرة إنه أنا ما بقدر أوقف وجه إيران فلتحكم إيران؟ لا، ما قلنا تحكم إيران، في فرق. ليش هلا إيران اللي حاكمة؟ إنه إذا السلاح عم بتقوله بعده قائم، هذا سلاح برا. ليش سلاح جوا شو مش من هذا مطروح على النقاش. نحن شو في حوار ثنائي برعاية رئيس نبيه بري، ما رح أقول إنه عطى جدول الآن، ولكن هذا الحوار عشو قائم؟ مش على موضوع إنهاء مشكلة السلاح بالداخل؟ هذا ما حدا حيتساهل معه. حزب الله يقول مع دولة مستقرة وإنه هو ما في هذه الدولة المستقرة لا يقيمها إلا العماد ميشيل عون. طب هلا وصل العماد ميشيل عون، هو فخامة رئيس الجمهورية، شو بيعمل حزب الله مع الدولة المستقرة؟ كيف تكون الدولة مستقرة إذا في طرف حامل سلاح بالداخل اسمه سرايا المقاومة
وخلينا نكون واضحين، يعني مجرد ما يحمل عم تفصلوا بين انه حزب الله وسرايا المقاومه، انه حزب الله الذي يقاتل في سوريا غير موضوع. حزب الله فاتح مكتب استخدام للقتله وقاتلين بيوردهم لدول العالم. هذا المكتب غير شرعي وغير مقبول قانونا، ولكن السلطه ما قدرت تزيله. شو بعمل انا؟ ما قادر زيله والسلطه تمثلني مش قادر زيله. شو بعمل؟ بسكر الطريق، ما هيك؟ بس تسكير الطريق مش بيدي انا، هذا امر شان دولي. طيب يعني في حدا بده يحكي مع ايران ووقفوا لنا هالمزح هذا. على كل حال نحن مقبلين على مرحله عم نتفرج هلا في بايران انتخابات رئيس مقبل، وفي توترات، يمكن يغيروا رايهم، يمكن يصير في وضع جديد، ما بعرف. بس بالاساس نحن هل نعطل حياتنا العامه انتظارا لقرار ايراني؟ يعني نحن عم نحاول. العهد لن يتدخل او لن يضع هذا متروك، هذا لا موضوع حزب الله في سوريا، لا موضوع سلاح حزب الله الدفاعي اللي هو الاساسي، مش عم نحكي بسرايا المقاومه اللي انتم عم مصرين انه ضروره انهاء ما يعرف بسرايا المقاومه. طبعا لانه هذه ميليشيا. انتم حزب الله في الخارج كفصيل اقليمي ما لكم علاقه فيه، حزب الله بما يعنيكم بالشان اللبناني الداخلي. نحن كمواطنين لبنانيين نريد سيادة الدولة على أرضها وشعبها، وبالتالي مين قال نحن ما بدنا اياهم يوقفوا على القتال في عن القتال في الخارج؟ لا، بدنا اياهم، بس احنا عم نقول ما فينا نعطل الحياة العامة ونربطها بوقف قتال حزب الله في الإقليم. على كل حال قتال حزب الله في الإقليم أعطى نتائج سلبية عم نشوفها بالداخل. استعداء السعودية أدى إلى ما أدى إليه من علاقات غير طبيعية بيننا وبين دول الخليج العربي. هل نحن مستعدون وهل يقبل رئيس العهد وحزب الله أن يستمر هذا الوضع المتوتر مع الدول العربية تحديدا السعودية ودول الخليج؟ هل لنا مصلحة في ذلك؟ بصرف النظر نحن مع السعودية أو ضدها، بس كمصلحة، والمصلحة عنوان أساسي ببرمجة حياة اللبنانيين، هذه المصلحة إلا تقتضي القبول بالتهجم على السعودية وتهديد المواطنين الخليجيين. طيب أنتوا أخذين ضمانات بهذا الموضوع اليوم من العهد الجديد؟ الضمان هي العهد الجديد، خطاب القسم، هذا هو الضمان. واضح. إيه طبعا هذا هو الضمان. يعني في مرحلة من أنه حزب الله سوف يعني أيضا يلتزم بعدم توتير الساحة الداخلية اللبنانية وعلاقاتها مع دول الخليج، هيدا متفقين عليه. الرئيس المنتخب بحكم القسم ملزم بالحفاظ على سلامة البلاد وسلامة المواطنين. جزء من هذه السلامة يوفرها الهدوء الداخلي والاستقرار الداخلي، ويوفرها غياب السلطات الموازية القائمة بطريقة غير شرعية وغير قانونية، ويمثلها إنهاء دور ظلال الميليشيات اللي باقي. اتفاق الطائف أنهى دور الميليشيات. إجا حزب الله أعاد إنشاء ميليشيا لم تكن موجودة أصلاً، هي سرايا المقاومة. أخذتوا جواب بهذا الموضوع؟ جواب خطاب القسم، شو بده مين بدي جواب؟ من حزب الله كمان بالآخر في لقاء ثنائي عم بيصير بين المستقبل. أنت من كل عقلك يعني حزب الله حنروح نقول له إذا بتريد عشان عم بيقعدوا المستقبل مع حزب الله بلقاءات. ما هو لو حسمنا هذا الموقف واقتنع حزب الله ما كنا جددنا الاجتماعات. بعد ما في قناعة على اليوم يعني. نعم؟ بعد ما في قناعة على اليوم. لا، حزب الله ما في قناعة، نحن دائما بنراهن انه يوما ما سيصحو الحس الوطني عند حزب الله، الحس اللبناني. لن يشارك ويتصرف بما يحافظ على مصلحة لبنان. لن يشارك حزب الله في حكومة العهد الأولى؟ لا، عدم إعطاء عدم يعني تسمية الرئيس سعد الحريري لا تعني عدم المشاركة بالحكومة. بس شو المعلومة؟ بالمرة السابقة ما يعني ما اعطى الثقه او ما سمى الرئيس الحريري، ولما كان ما يسمي الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يشارك بالحكومه، هذا بسموه بالتعبير البيلوتي بده منه. لا، ما كان يشارك سابقا ولا بحكومه قبل 2005، كان عنده اصدقاء. اصدقاء طبعا. بس اليوم يعني انه هدول الاصدقاء هلا وين هن؟ هي الفكره، اليوم سيعود حزب الله عبر وزرائه او عبر تحالفاته؟ لا، انا يعني حرصي على البلد وحرصي على حسن العلاقات وعدم استفزاز المحيط العربي لا سيما دول الخليج. إذا بده يتصرف حزب الله بوطنية يتنحى عن الوزارات وبيسمي وزراء قريبين منه، مثل ما بالزمان يعني أكيد سمى طراد حمادي ومش عارف مين وعدنان حسين وإلى آخره. في يلاقي شخصيات من هذا النمط ويسميها أصدقاء لإله وتحت إشرافه مثل العادي،
وبالتالي يبعد عنا كأس الاستعداء الدول الخليجية مجانا. هو هذا الاتجاه؟ ما بعرف انا لا لست شو جو الرئيس سعد الحريري؟ ما اكيد لم هو على اطلاع اقل هو اذا كان حزب الله سيكون يعني اذا هو مش على اطلاع مين بده يكون على اطلاع؟ انا مش معقول يكون هذا السر طبعا الذي لم يحسم حتى الساعه. ما بعرف انا لا انا اتحدث من عندياتي وبما اعتقد انه منطقي ويجب ان يقع. ان صار هيك بيكون انا يعني منجم جيد، وان ما صار هيك بكون انا منجم سيء مثل المنجمين اللي هلا بالبلد. ايضا من ضمن العناوين سيكون مشاركا الرئيس نبيه بري تقول في هذه الحكومه، والحديث عن المعارضه سابقا والتهويل بالمعارضه خلص. تهويل بالمعارضه هو بعتقد اليوم قال في هيك سمعت شغله انه بعده بالمعارضه. يعني لطالما كان بالمعارضه الرئيس نبيه بري من ادهى السياسيين بالبلد ان لم يكن الادهى اكيد. والرئيس نبيه بري بحس انه هو ورث من الطاقم السياسي السابق تاع سنه 43 كل يعني ما بدي استعمل كلمه مسيئه بس انه كل الذكاء والدهاء الذي كان لهم بالصيغه السابقه. ليش طاقم 43 عم تحكي عنه؟ لانه كان عندهم قدره على تبسيط الامور والالتفاف عليها بما لا يدع للاخر باب للاعتراض او الشك. يعني الرئيس نبيه بري طلع قال هو معارضة مظبوط اوكي، وكان عنده عتب على الرئيس سعد الحريري وعلى الرئيس ما استقبلوا هذا السيناريو سمعناه سابقا. نعم مع ذلك ظل السسبانس معلق لاخر لحظة انه حتطلع الكتلة تسمي ولا ما تسمي. وقت الجد بيرجع الرئيس بري للجذور، يعني الى جذور موقفه الوطني ورغبته بإعادة بناء الدولة ورغبته بالخروج من المأزق أو الاستقرار الهش إلى استقرار جدي وثبات في الحياة الوطنية العامة. من هون وعدا أنه هو يعني سريع البديهة وقلب معي، ما بيقدر الواحد ما يكون معجب بطريقة عمله السياسي ولو أحيانا بيكون ضده، بس يعجب بطريقة العمل ولو هو ضد النتائج. نحن لهون نوصل لنهاية لقائنا معك أستاذ راشد الفايد، ما زلت على توقعك أن الحكومة رح تكون سريعة ومن المتوقع لأنه الإيرادات التي ادعت أو قالت أن هي تدعم العهد مطلوب منها أن تترجم هذا الدعم بتسيير قيام الحكومة من دون تعنت وتمسك بحقائب لن تستمر في مكانها إلا 6 أو 7 أشهر. شكرا لك، أهلا وسهلا بك مساعدينا. شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج الحدث، فكونوا على الموعد.